واحنا كمان مفيش رقابه، يعني احنا ما بنمسكش حد. ده رابع ماتش، انت مفيش واحد شفته عنده ريمارك على اي لعيب في الملعب، اذا كان تنزانيا، اذا كان زيمبابوي، اذا كانت اوغندا، اذا كان النهارده. وكنا بنقول ايه، ان النهارده الفرقه دي يمكن اقل فرقه هنلاعبها بعد تنزانيا يعني، انما هي مش اقل فرقه ولا حاجه، دي فرقه. تنزانيا ده ودي؟ في الودي كونغو، في الودي كونغو اوغندا. انا بقول لك في الودي لما لعبنا تنزانيا حتى قاموا علينا في نص الملعب تاني تايم وبيهاجمونا تاني تايم، حتى في الودي، حتى في الشكل انت بتاع غينيا لما تعدوا معاك واحد واحد ونزل محمد صلاح تلت ساعه في الاخر وعملنا شكل كده وكسبنا. يعني انت ما عندكش اي علامه من قبل البطوله او خلال البطوله او في الاختيارات تؤهلك انك انت كنت هتكسب النهارده او هتكسب في دور الثمانيه او توصل حتى لدور الاربعه. واحنا لما كنت بتسالونا او احنا حضرتك بنسالك او بنسال بلال او كابتن اسلام او اي حد من الضيوف اللي بيبقى موجود يقول لك الجزائر، السنغال، نيجيريا، المغرب، الكاميرون، فرق بتلعب كوره، فرق بتروح على الجول، فرق عندها دوافع، عندها انياب هجوميه، عندها انياب بتدافع عن نفسها، عندها ديفندرز مش على طول الضغط عليهم. احنا احسن حاجه عندنا في فرقتنا اللي باين اللعيبه بتاعتنا حجازي ومحمود علاء وطارق حامد، ان احنا على طول الضغط علينا احنا وانت بتحاسب مين؟ بتحاسب عبد الله؟ لكن ما اديتوش الخطه حتى، ما عملتوش تحتي ثلاثه يخلوه لعيب حر فري يعمل صانع العاب بس. لا ده انت بقيتش، انا مش عارف ده عشوائي، ده بيروح هاف رايت، بينزل باك رايت، بيروح في النص، بياخد، ما عندوش شكل كان واحد من اي مباراه لعبها في الدوري المصري. يعني مش معقوله محمد فاروق وتراوري وهو في الوسط وكان بيعمل تبادل مع تراوري ومحمد وعنده شكل عالمي قوي في الدوري المصري، وهنا ما شفناهوش في كوره واحده خلال اربع مباريات. فشكل المدرب نفسه مش عارف يوظف اللعيبه بتاعته، حتى تغييره النهارده خروجه بورده مش العكس مثلا، يعني كان يبتدي بورده ده من الاول باربعه في النص ويعمل سبورت ليه وهو موجود، حتى خروجه سنتر فيرود بسنتر فيرود، يعني مش يخلي سنتر فيرود ده ولما اتاخر انا في البتاع ادعمه بسنتر فيرود تاني والعب بثلاثه من ورا واهجم باربعه من النص. يبقى انا مش مصدق يا كابتن فتحي، يعني انا هقول لك انا نفسي مش مصدق ان احنا بنفكر واحنا قاعدين او احنا عندنا حلول واحنا قاعدين وهو ده العالم ده مصر كلها ومصر مصر كلها بتتكلم زينا كده وهم ما عندهمش حلول وهو ما عندوش عشان لا تسمحوا